يطلع الراجل الشمشيرجي مصطفى مدبولي يتكلم كلمتين عن ان البلد مش مستقره والوضع الامني والوضع المالي، فالبورصه تخسر، فالمستثمرين ما يجوش. ليه؟ عشان في بني ادمين مش بروس، مش هقول لك براس، مش بروس، دي حاجات تانية برضه خلفيات ثقافيه كلها. يطلعوا يفكروا بقى ازاي، ما تفهمش، ويغرقوا البلد ويغرقوا المواطنين ويبهدلوا الدنيا، وفي الاخر اللي بيدفعها الغلبان. ده اللي يوجعك، ان اللي بيدفع الثمن في البلد دي الغلبان، ان اللي مش لاقي هو اللي بيدفع للاقي، للي معاه، ان الفقير هو اللي بيدفع اقساط الديون اللي خدها الغني علشان يعمل المونوريل ويعمل العالمين الجديده والابراج العظيمه والدنيا المبهرجه دي. مين اللي بيدفع؟ الغلبان، والله العظيم الغلبان، الصعيدي والفلاح واللي في العزبه كل دول اللي بيدفعوا. ليه؟ عشان البشوات تركب القطر السريع. هو ليه يطلع من القاهره ليروح العالمين بعربيته؟ لا، احنا هنعمل له قطر. طب عوضين بتاع ناجي حمادي مش هيركبه، عوضين يدفع وابنه يدفع وحفيده يدفع عشان الباشا يتعمل له قطر فخيم عظيم. طب عوضين كان بس محتاج مدرسه، تقرفونا. طب اخوه ميلاد جنبه كان عايز واحده صحيه عشان امه ماتت من بالفشل الكلوي عشان ما لقيتش واحده صحيه. يا عم ده دبروا نفسكم، ده انتوا شعب مقرف. مش ده اللي بيتقال لنا في الاخر لما نطلب حقوقنا، ان احنا مقرفين وان احنا ما بنشتغلش وان احنا امه العوز ابن بتاع السبح؟ ودي مش حيبه ولا حاجه، بس العيبه انك تتنكر لاصلك. يطلع يقول المصريين امه عوز وعايز اخليكم امه ذات شأن. عبد الفتاح السيسي التافه عايز يخلي المصريين امه ذات شأن. انت متخيل؟ انت شفت احنا رحنا فين؟ التافه اللي بيقول لك يعني ابوه كان عنده عيال قد كده ما كانش بيشوفه يعني كل فين وفين، جاي يعلمنا احنا ازاي نبقى امه ليها شان وانت ويطلعنا من العوز. كان القرد نفع نفسه عبد الفتاح بأمارة التلاجه اللي كان فيها ميه بس 10 سنين، كان القرد نفع نفسه عبد الفتاح.